هل يجب أن أقول أنا سلفي؟ لا يجب يا أخي، جزاك الله خيرا. لكن هذه كلمة تقال للتمييز، عندما يكون هناك لابد من التمييز. أما أنا جالس مع عوام وبيحكوا نحن والحمد لله مسلمون وعلى السنة، وسوف تقول لهم لا أنا سلفي، شو تقول لهم؟ سوف يفهموا منك أن كلمة سلفي هنا يعني حزب، ولن يفهموا أنك تريد أن تتميز عن أهل البدع وتظهر شعيرة السنة، لا. فبالتالي متى تقال أنا سلفي؟ عندما يكون هناك داعي إليها لكي تظهر السنة وتتميز عن أهل البدع. أما دون ذلك وغير ذلك فهذه كلمة لا يفهمها كثير من الناس، وبالتالي قبل أن تذكرها لابد أن تهيئ الناس. قل والله الأخ معك سفيان عايش السلفي، يعني يا شيخ أنت بحزب السلفيين؟ لا يا أخي أنا مش بحزب السلفيين، السلفي هي دعوة الإسلام الصافي. وأنا أقول لك إذن هو مش هيفهم. فمتى تقولها؟ عندما يفهم الذي أمامك معنى أنا سلفي.